إمام عاشور، إمام عاشور مش حابب يرجع الدنمارك، وإمام عاشور موجود هنا في مصر. هتقولي عشان بيتعالج؟ هقولك يعني هم كل اللي في الدنمارك لما بيتصابوا يعني بيجوا مصر عشان يتعالجوا. الدنمارك فيها أحدث الأجهزة وأحدث التقنيات العلاجية، ولكن إمام عاشور مش حاسس ان هو مش هيقدر يكمل. المدرب اتغير اللي كان مقتنع بيه، المدرب الجديد مش مقتنع بيه، وكلام من هذا القبيل. يعني امام عاشور منتظر الزمالك وعاوز يلعب في الزمالك، وامام عاشور حابب انه يعني مش عايز اتكلم في موضوع امام عاشور لان انا عارف تفاصيله، ولو اتكلمت في تفاصيله هقلب الدنيا. فخلينا نقول ان هو حابب انه يرجع في نادي الزمالك، وما كانش حابب التجربة بتاعت الاحتراف. ولكن امام بيتم الضغط عليه حاليا بشكل كبير جدا 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 من النادي الاهلي وادوات النادي الاهلي. الاهلي عاوز ياخد امام عاشور على سبيل البيع او الاعاره، والاهلي بيضغط على. هتقول لي امام عاشور مرتبه كبير في الدنمارك، بالفعل امام عاشور مرتبه كبير في الدنمارك، ولكن هو الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي عاوز يعمل مع امام عاشور زي ما كان بيعمل زمان، كان بيخطف اللعيبه من نادي الزمالك. في احد رجال الاعمال اصحاب الشركات المعلنه المقربين من الاهلي اتفق مع امام عاشور او اتكلم مع امام عاشور، مش عايز اقول اتفق لان هو ما كانش اتفاق، ولكن هو اتكلم مع امام عاشور وقال له انك انت هتمضي سي مثلا هتمضي ب 10 مليون في الاهلي، هديك زيهم او اكتر، هعمل لك عقد اعلاني للشركه بتاعتي ده لو مضيت للاهلي. خد بالك من الكلام ده كويس قوي قوي قوي، هديك رقم محترم، هديك رقم محترم. فالاغراءات امام عاشور ممكن يخش له في السنه حوالي مثلا حاجه و20 30 مليون، عقد في النادي الاهلي 12 13 مليون زائد زيهم او اكتر عقد اعلانات، وده اللي الاهلي بيعرف يعمله كويس عن طريق احد رجال الاعمال. هل امام عاشور هيرضخ لضغوط الاهلي؟ طب الزمالك بدا يتكلم مع اللعيب ولا لا؟ الزمالك بدا يقنع اللعيب حتى لما تجيبه على سبيل الاعاره سنه، لو انت مش قادر تشتريه هاتوا اعاره سنه، ابعت لميتلاند الدنماركي رقم معين 500 الف دولار ولا حاجه واستعير اللاعب سنه الموسم الجديد، يبقى في حضنك، وفي السنه دي تقدر بقى تتفاوض مع ميتلاند تشتري اللعيب دفعات، ترجعه ازاي، تعمل تسوي. دي الشطاره ان يبقى اللعيب في حضنك، انما هنقعد برضه سايبين اللعيب ونيجي نقول اصل هو خاين اصل هو مشي. اتمنى ان اداره نادي الزمالك تتحرك في الملف ده بتاع امام عاشور بشكل قوي جدا جدا عشان تحافظ، لو هيلعب في مصر يلعب في نادي الزمالك، وهو امام زملكاوي وحابب انه يلعب في نادي الزمالك. ده بالنسبه لامام عاشور والضغوط اللي بتمارس على امام عاشور. تعال اقول لك برضو خبر تاني، هي صفقه من دوري المظاليم. وصفقات دوري المظاليم لو هترجع لزمان بقى هتفتكر عبد الحليم علي اللي كان في الشرقيه للدخان، ومحمد كمونه وتامر عبد الحميد دونجا اللي كانوا في المنصوره، وهتفتكر تامر باجاتو اللي كان في المنصوره. فانت برضو الانديه القديمه دي بيبقى فيها لعيبه كويسه. في لعيب معروض على نادي الزمالك باك شمال بيلعب في نادي الترسانه، لعيب صغير اسمه يسري وحيد. يسري وحيد، يسري وحيد الوكيل بتاعه عرضه على نادي الزمالك ولسه نادي الزمالك ما اداش قرار فيه. يا محمد لو انت مسؤول في نادي الزمالك هتعمل ايه؟ لو انا مسؤول في نادي الزمالك هسأل طارق السيد اللي كان مدرب لنادي الترسانة. بص بقى الدماغ لما تكون عاوزة تتحرك، بص الدماغ لما تكون عاوزة تشتغل. هسأل طارق السيد، تعالى يا كابتن طارق انت كنت بتدرب الترسانة من وقت قريب وكلام جميل. ايوه كنت بدرب الترسانة. في لعيب عندك اسمه يسري وحيد، ايه رايك فيه؟
والله لو طارق السيد قال لي لعيب كويس اشوف الفيديوهات، الكلام اللي انا بحكوه لك ده في يعني في خلال يومين ثلاثه اشوف فيديوهات اللعيب، الاحصائيات بتاعته، اعمل له كشف طبي، ممكن اشتريه من الترسانه ب 2 3 مليون جنيه. وهتيجي تقول لي ما انت عشان مستعجل يا عم محمد، احنا عاوزين لعيبه، احنا هنجيب من الترسانه. اهدى عليا، هتشتري اللعيب 2 3 مليون جنيه، تودي اللعيب بعد ما تشتريه وخلاص بقى بتاعك، تودي اللعيب اعاره، وديه فاركو، وديه المحله، وديه الجيش، وديه اي نادي اعاره سنه وتشوف اللعيب. والله اللعيب تالق ونور، يبقى انت كسبت صفقه جديده بثلاث تعريف. ما نورش خلاص، انت مالكش نصيب فيه، وفي نفس الوقت ما خسرتش الفلوس اللي خسرتها في سامسون، والفلوس اللي خسرتها في مش عارف في مين وفي مين وفي مين، وعمرو السيسي والزناري وعمر جابر والكلام ده كله. فاتمنى نادي الزمالك يفكر بالاستراتيجي دي ويشوف لعيب واثنين وثلاثه من انديه المظاليم، يكش حتى لو الزمالك يعمل لجنه لانديه المظاليم والقسم الثاني، والله العظيم فيها جواهر، والله العظيم فيها لقالق. تشتري كام لعيب كل موسم؟ اربع خمس لعيبه. الانديه الغلبانه هتفرح بمليون ولا 2 3 مليون، وتطلع اعارات. تبص تلاقي نادي الزمالك ده هيجي في وقت وعنده فرقه كامله ببلاش، ببلاش حرفيا. الدماغ اللي عنده مخ احسن من اللي عنده فلوس في البنك. طيب ده بالنسبه لصفقات الزمالك. في ايضا في ثلاث صفقات معروضين على الزمالك من شمال افريقيا. في اتنين لعيبه من الجزائر في الدوري الجزائري، وفي لعيب من المغرب. في اتنين تحديدا من اعتقد اتحاد العاصمه على ما اتذكر يعني، معروضين على اوسوريو، وفي لعيب من المغرب معروض على اوسوريو. وبما اننا بنتكلم على المغرب، فالزمالك متارجت يحيى جبران، ويحيى جبران لعيب رائع، وانا من السنه اللي فاتت بصرخ على يحيى جبران، وعاوز اللعيب ده يجي نادي الزمالك، لعيب بطولات ولعيب كبير جدا جدا. يحيى جبران الزمالك هيحاول انه يتفاوض معاه او يعقد جلسه مع وكيله هنا في القاهره على هامش مشاركه الوداد مع الاهلي في النهائي. والله الزمالك نجح انه يعقد الجلسه دي، حلو قوي. الزمالك لم ينجح انه يعقد الجلسه دي، فالزمالك هينتظر الى ما بعد انتهاء مباراه النهائي اللي في المغرب، وبعد المباراه دي ما تنتهي الزمالك هيبدأ يتكلم مع يحيى جبران ويبدأ التفاوض معاه بشكل يعني محترم. لعيب كويس جدا جدا جدا، وانا اتمناه. يحيى جبران من اللعيبة بصراحة الممتازين يعني.